ولا يستطيع دستور كذبتهم قضتي سلارات وحقر يا إسلام هو دين الدولة دا. دين أنا هين دين إسلام لغم فافين كردات الصومالية قضت رأي نحولي هاي دستور كصومالية وحسلتوا قرآن الكريم تاه إيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه نبي نبي جلين حديث كل في ساعاته وحان إلى لنا يا وحان إلى لنا يا دستورك مقاصد في وجودين دين الإسلام إيه عدالة بالسديني ولا لا أنا أقول دستور كان كاسي هاي قربك وصلت كان قربك فرواتي سنة لدو تهون أسيجل وحقراء وحن وافق سنين شريعة الإسلام دستور كدلك كيف وصلت ولا عشان أي شروع كلا دلك إن بعمران كان لما هو كيري كرو قدوم هذه لا كان وابرينا يا قدوم يا هو حق ولي هاي مثل كيف كبر كاسر قدوم لا يو إن أبريو أدين تاس وافق سنين مرك أنا أقول تاس تان مارك تي دلال ما سمي وأنا أمتي سومالي مثل إنه إن مارك تي يعني وحيلا قارك يعني الله نسبيه هذا لو هم هيدا مارك تي خاصة ما يقرران لكن بني آدم كلا لما يابه يو فصول كان صلوات الله وسلامه عليه خير فضل لهذا على بلد مغامي ودفتهم دبي لا دين وعليه هاي دبي لا دين مارك وكاهن دبي لا دين ساس إلهي رسول في سمرك بها وحاس مرك بني آدم كسميين أسيقو أك بني آدم وحكو سمينا يان أتو سارينا يو يعني وحيالا هنا مكا هيدا معسينين يعني آيت أو لوحد دهي باجتا أو إلهي إن مارك دونسي سلوح رستاية كريجرين رسول في سنو قولي سنايو سكة صدق قارة العام وأدوتهم إلى سبحانه وتعالى وحن لي هاي يريدون أن يطفئوا نور الله في أفواههم ويأوى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون مركة عيدة صحيح تسيني سانا من كان وحيس كديان إن رسول كما أردين نوك رسول كان يولي جيلا إن أفكار بأفواه بأقوال خلقوا بلي قدميان وانتؤام مسيان إذن إلهين ويحيقوا بارك دونسيسا سكة سجارة أكعد أحاول عليه ومارتي ومارتي وكيف لي أو أرتس مارتي وجديد يلهي قتل قلي وميش وقتل قلي قاسي وحنا كده بينين مركا معلمة هواي أمني وحيالا أنا معرفو لعين بدن إلى أن سفر كي يجري تحدا وحتى شخصيا وحيالا قاركو معارضة معارضة دنك وعضايا وانس معارضة يا معلمة هاي معارضة كفتن قلمة مركا أنا أسرون تي مكمل جواب إنا جوابا لما تبين أنا أسرون أيو آيد القرآن سورة تبارك نزل القرآن آيد ده هي سؤال يقول أسكن أيه أو أهل الإيمان أو إسلام نما ده يدي إيمان كي يعني إسماعيل نايو حلاقة تقول يعني لشيء جاي آيد ده سؤال فيهن مؤمنين تمركي لبر بقامة وحن لقي شيء جو وحال يرى هذا إن أكستان أو عن واحد واحد أركن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما آيد ده أنا يقول أسكن أيه هذا لا نايد أهين قف أم بحاسد ما كجرتو أم بأقول عن هايسو warkooda aniga dhig u dhigaynin saw ma fiirineyn laakiin xeerad waxaan arnay culimadii ka hadashay waxyaala saasa madiniyaal ilaahay ma sharaf leh maanta labadii aqal buu waafadiina mid baa idin cadeynayna oo idin badan balanqaadayna waxa diinta islaamka la waafaqsanayn dastuurkeena iyo shuruudaha dalkana waafaqsanayn intaan qabanno ma idin horkeynayno idinkani yaa idin shaqal idin ku gelinin mana tii doonto ummada Soomaaliyeed oo boqolkiiba boqol islaam baan matalayna waad ogtihiin dhaqankeena suuban Soomaali markay leedahay waxa uu leeyahay dhaqankeen oo dhan wuxuu waafaqsan yahay dhaqanka islaam marka taasan anagu sharciyno ah sharwaan oo sharciga lagu yiri quraanka iyo sunnada rasuulka ee dastuurkeena waa idaariga maamulka wax looga tala galay oo ma aragtay ilaan tirada baarlamaanka waa intaas madaxweyne intaas jiraya intaas ay dastuurka lagu daray shariicadeena dastuurkeena waa diinta ilaahay marka walaalayaal arintaas xabiga Soomaaliyeed يعني شيئا شكل جلينين وحتى أردت أن وافق سنين نجمع إيمان دونا بيد الله هذه هذا أبو سنتين أنت سمعت أجداكم مجرين هاني هذا شعبك المثلي إنه الشكل اللي هو أبو ري يعني هو قلت لقلينا أنه عدينه مركع جندين واسي ولنينا وحن كسر لوين عيدك أبو محسن وزير كمالية أنا مارك أجنتي مارك لوفري لوشيرو أنت أسمع غالي هذا وحن يدو تحجلي نيدوناد أحمد ومدن إيش شكل جلي بالكسرين هذا هذا أبو محسن فين وحن كسر لوين وزير كذي أبو محسن وزير